بصي بقى، تفصيلة وخياطة فستان خروج بشكل سهل وبسيط ومن الصفر. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل من الفستان ده بكتير. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل عليكم جمهور في ورحمة الله الدنيا. وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بفستان خروج بطريقة سهلة وبسيطة قوي. هنعمل الفستان ده بشكل جميل قوي. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل فستان ليكي او لبنتك خروج بطريقة جميلة قوي قوي، سهلة وبسيطة. اول حاجة خالص معانا البطرون الاساسي. هتلاقي البطرون الاساسي موجود في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي لسه نزل من قبل ده، وهتلاقيه كمان في صندوق الوصف تحت فيه روابط، وهتلاقيه كمان في كورس من الصفر. اول حاجة خالص كده هنبدأ نعمل تعديل. عندنا ايه هو التعديل الاولاني اللي هنبدأ نعمله؟ ان احنا هنبدأ نقسم الكتف بتاعنا على نصين، وبعد ما نقسم الكتف على نصين هنبدأ ننزل من الكتف ده بنفس الشكل ده كده ونبدأ نقسمه. طب يا مريم دي قصة البرنسس بتاعت الكتف؟ حاجة زي كده، زي كده. بس الفرق بقى هنا في الفستان ده بالذات بطريقة سهلة وبسيطة قوي هنعمله. هوريك التعديل المهم لما نيجي نركب باقي الفستان من تحت، لان هو الموجود من تحت هو التعديل نفسه. تمام كده، وهنيجي نبدأ نقص كده يا جماعة بشكل واحدة واحدة. وبعدين بص هقص وورهولك. بصوا يا جماعة دلوقتي هنبدأ ان احنا نقص القصة بتاعتنا. دلوقتي انا قصيت البطرون كله زي ما انت شايفة. هنبدأ بقى نقص القصة بتاعتنا. تمام كده، وهنيجي كده واحدة واحدة ونظبط كده المسافات مع بعض. طبعا انا مش عايزة الخلف معايا يتقص، فالخلف ده هركنه كده على جنب واجيب بس الامام وهبدأ اقصه. تمام كده، وهنيجي بنفس الشكل ده كده ونعمل القصة بتاعتنا كده اهي، شايفة ازاي؟ وهنبدا ان احنا نرجعها تاني ويتخيطوا في بعض تاني زي ما انت شايفه كده. بصي ازاي بنفس الطريقه كده، هبدا اوصلهم تاني مع بعض واوريهم لك. بصوا يا جماعه دلوقتي انا عملت الشكل اهو زي ما وصلته زي ما وريتك. تمام كده. طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نجيب جزئيه من القماش او جزئيه من الورق، ونبدا نعملها كسرات من الحته دي بالذات مخصوص بس، وهنبدا نوصلها. وبالنسبه للجنب ده والجنب ده هتبقى ما فيهاش اي كسرات وهتبقى نازله ساده خالص. تمام. طب الموضوع ده هنعمله ازاي يا مريم؟ هقولك حالا نعمله ازاي. بصي بقى هنعمل اول حاجة خالص كده، نيجي من هنا ونبدأ نعمل كده كسرات ورا بعض في النص. تمام كده، كسرات ورا بعض في النص. ثانية واحدة، بنفس الشكل كده، وهتبقى ورا بعض ورا بعض ورا بعض بنفس المسافة، وما تبقاش في منها وبين التانية مسافة عشان خاطر تبقى في النص. انا عايزها تبقى كلها في النص. تمام. وهنبدأ نيجي كده برضو اهي، شايفة ازاي كده؟ واحدة واحدة وبالشكل ده كده. تمام كده اهو، شايفة ازاي اهو. وهنيجي من الناحية التانية كده برضو، وهنبدأ لحد النهاية كده. تمام، شايفة ازاي اهو كده، واحدة واحدة. تمام، وهنبدأ نيجي برضو، لا ثانية واحدة دي اتفكت، هعمل كسرات في النص وهوريها. بصوا يا جماعة دلوقتي ده الشكل بتاع الكسرات. تمام. وبالنسبه للجزئيه دي والجزئيه دي انا هنا ما خيطتش، يعني ما عملتش دي وبعدين ارجع اقصهم وارجع اخيطهم تاني، لا انا ما عملتش ده. انا هبدا ان انا اركب واشوف الاجزاء بتاعتي دي هتوصل لحد فين. فاول حاجه خالص هبدا اوصلها هي الجزئيه اللي في النص اللي فيها الكسرات. تمام، هبدا اوصلها في التصميم بتاعي قبل الجناب خالص، يعني الجناب ما نقفلهاش قبل ما نقفل الجزئيه اللي فيها الكسرات. تمام كده، شايفه ازاي؟ طيب وبعد كده يا مريم هنعمل ايه تاني؟ بعد كده الجزئيه الزياده اللي انت شايفاها دي هبدا ان انا اشيلها بالشكل ده، هبدا ان انا اشيلها بالشكل ده. تمام كده، من هنا، وهبدا اشيل بقى الناحيه التانيه كمان برضو بنفس الشكل، وهنضيق كده واحده واحده وهنبدا ان احنا نشيلها. تمام كده، ووريكي الشكل النهائي اتعمل ازاي. بصي بقى، بصي بقى الشكل النهائي اتعمل ازاي. من هنا في كسرات من النص بس، ومن الجنب ده ومن الجنب التاني مفيش فيه اي كسرات. في الاخر خالص دي فكرة الفستان اللي اتعملت معانا. تمام. وطبعا بالنسبة بقى لفوق من هنا كده هيبقى الكلفة معمولة زيها زي الصورة بالظبط. تمام، ابدأ ان انا اوصل الكلفة دي زيها زي الصورة بالظبط. مش عايزة الكلفة يا مريم، خلاص مش عايزاها، بتبتدي ان انت تلغيها خالص. تمام، ثانية واحدة اوريها لك بقى كده بعد ما اقفل فيها الكلفة، وهاجي من الناحية التانية واقفل من الناحية التانية دي كمان الكلفة اهي كده بنفس الطريقة برضو اهي. طبعا انا مش محتاجة ان انا اقصها لان انا ايه عارفة الشكل بتاعها هيكون عامل ازاي. شكلها جميل جدا وبقى حلوة قوي بنفس الصورة ونفس كل حاجة. طب انا مش عايزة الكلفة دي وعايزة ابغيها ومعجبة بالفستان كده. تمام، انا كبرضو مريم يعني انا عجبت بالفستان اكتر من الكلفة بالشكل ده. تمام كده، هوريكي بقى
اوريكي شكل الفستان في الاخر خالص اتعمل ازاي. فستان سهل وبسيط قوي، بصي اهو شايفه اتعمل ازاي بطريقه جميله قوي. الكسرات موجوده في النص ومن الجنب اليمين والجنب اليسار موجود فيه، مفيش فيه اي كسرات، بشكل سهل وبسيط زي ما انت شايفه اهو كده. اهم حاجه بس ان انا افردها، ثانيه واحده هفرد بس كده الاجزاء دي كده تمام، وافرد من الناحيه الثانيه برضو كده. انا جايبهم اصلا عشان افرد بيها. اي بصي بقى، تفصيله وخياطه فستان خروج بشكل سهل وبسيط ومن الصفر. اهم حاجه بس تتفرجي واحده واحده وصدقيني هتعملي اجمل من الفستان ده بكتير. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. الفستان مش مفتوح على فكره من النص، ده متني بس تمام. هوري بصوا يا جماعه دلوقتي، ده انا وريتهولك ابصي كده، انا بس فردتها شويه، شايفه ازاي اهو مش متني، مش مقصوص من النص، هو معمول بنفس الشكل ده، شايفه ازاي. تفصيله وخياطه فستان بطريقه سهله وبسيطه قوي من الصفر. اهم حاجه بس تتفرجي واحده واحده، واللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد. تفصيله وخياطه فستان خروج لكل المقاسات بشكل جميل وسهل، ولاول مره هنحط عليه مقاس 44 حريمي بطريقه جميله قوي. اهم حاجه تتفرجي واحده واحده وصدقيني هيعجبك الفستان. كل سنه وانتم طيبين، في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد.